طيب ماشي. روحي يا شمس الثورة وغيبي، روحي يا شمس الثورة وغيبي، يسقط كل الظلم الليبي، يسقط كل الظلم الليبي. هيا هيا هي هي المسرحية، واللقبط دايما ضاحية، واللقبط دايما ضاحية. استقبلت الوفد القادم من شباب مسفيرو، والذي يقدم رسالة شكوى والتماس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، طبقا لإجراءات حقوق الإنسان وطبقا لمبادئ الأمم المتحدة. الأمين العام نظر بشكل شديد القلق لما حدث للمصريين في ليبيا، وأنا سأنقل هذه الرسالة وهذه الشكوى، وسأعمل جهدي لأن أتابع مع الأمين العام مع مكتبه لوضع التفاصيل أمام الأمين العام بشكل أكبر، ولوضع هذه القضية وقضية الأقليات والمسيحيين وما يتعرضون له، ليس فقط في مصر ولكن في كل المنطقة. لا نقوم إلا بالدفاع عن حقوق الأساسية لكل البشر، وبما في ذلك الحق في الحياة الذي انتهكت وتعرضت له، يعني تعرض المصريين للقتل في ليبيا لذلك السبب. ولذلك سنقوم بكل جهدنا لوضع حد لما يحدث للأقليات في المنطقة العربية. سنقوم بدورنا كأمم متحدة للدفاع عن الحقوق الأساسية للإنسان، لأنه جزء من مبادئ وحقوق الإنسان الأساسية. الأمم المتحدة بشكل كبير تنظر بشديد القلق للعديد من التنظيمات التي ظهرت مؤخراً، وتعمل جهدها مع الجهات المعنية لمكافحة والوقوف ضد مثل هذه التنظيمات التي ترفض الآخر، التي ترفض أي طرف آخر، التي تقوم بانتهاكات صريحة لحقوق الإنسان الأساسية. المطالب المقدمة هي مطالب مش قليلة، أربع مطالب رئيسية بتشمل تعويض الضحايا، بتشمل فتح تحقيق دولي في اللي حصل في ليبيا. أعتقد أنه الشكوى المرة دي بتعتبر نقلة نوعية في التعامل مع الملف القبطي ومع ملف المسيحيين شرق الأوسط بسرعة.